وراها كان يخفي عني أكيد عنده شيء مثل ما نعم. فالأمور أنت تعرف أن أمور أهل السنة الحمد لله يعني يقول الشيخ صالح سبحانه الله يحفظه يقول إحنا ما عندنا شيء مخفي. هؤلاء أصحاب الجحور يتكلموا تحت الأرض يقول الحمد لله إحنا نتكلم فوق الأرض. ففي مسألة إخواننا الصحبة الصالحة مثلا الدعاء الاستغفار هذه الأمور التي ذكرها يعني العلماء رحمه الله تعالى هذه أسباب ترى أسباب الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء. يعني عندنا بعض البرامج والله ما تصلح يعني بعض البرامج في الجوال أنت تعرف فيها صور فيها ضمان وغصب عنك ترى هذه الصور. أنا ما أتكلم مثلا خلينا الآن إحنا ما بنسمي برامج في عندنا بعض البرامج أنت تعرف إنه فيها متابعين وفيها كذا ويفتح لك مجال لا نهاية. فليش أنا أخذ نزل البرامج إذا أعرف من نفسي أنا ضعيف؟ خلاص يا أخي ألغي البرنامج وارتع حظ صح كسر الجوال. مسألة فقهية هل يصح إتلاف المال؟ لا يصح إلا إذا كان لمصلحة راجعة. يصح إتلاف المال إذا كان لمصلحة راجعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم وحرق مس الضرار. إتلاف المال نعم مصلحة راجعة. كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد في هذا المسجد من المنافقين ويعين رجل من الصحابة صح وينقلب إلى مسجد أسرع التقوى. لا ما يصلح هذا ما يصلح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم وحرق. إتلاف المال نعم مصلحة راجعة حتى لا يتكرر هذا الفعل أبدا صحيح. إحراق رحل الغالب الذي يغل من الغنيمة يحرق رحله. إتلاف إتلاف تعدي تعدي يصح مصلحة راجحة. فما بالك اليوم جوالاتنا إحنا إخواننا يمكن لو نطبق اليوم الآن كلنا كسر جوالاتنا مرتاح. والله كنا في سعادة في أمور الحمد لله وما كان يعني مثل هذه الأمور. الآن في المحاضرة أحيانا أنا لا أتكلم عن هذا المجلس في الدرس في الحرم مثلا تجد عالم مثل الشيخ عبد المحسن العباد حفظ الله شيخنا الله يحفظه يعني هو في الدرس هذا يلعب وهذا يرسل رسالة هذا وهذا أمامه يتصل به. عيب عيب والله عيب تسمع هذا صحيح ولا يفتش ولا يرسل رسائل يحدث ولا حرج. هذا طلاب فما بالك العوام. العام الآن يدخل مسجد صلاة ما أقيمت إيش أسمع؟ يبدأ يفتش ينظر في الجوال وكذا. وأصبح الأمر ترى في القديم عيب على أي داخل المسجد يخرج الجوال. الآن عادي الإمام بعد السلام يطلع الجوال عادي يشوف الأرقام ما في أي إشكال صح؟ أول ما خرج عندنا جوال أبو كاميرا ما يمكن علينا إحنا محرم كان جوال أبو كاميرا ما أستطيع. والله أحد الشباب جزاه الله خير أهداني جوال أبو كاميرا قلت والله ما أستطيع رجل فغير أعجبني جوال ثاني بدون كاميرا. الآن لو جاء أعطاني جوال بدون كاميرا ما أقبل أصلا الجوال كشاف ما يصلح كان يستقل بي صح؟ إيه فأقول لك تغيرت الأمور. هذا إشكال والله عندنا إخوان إشكال إشكال كبير جدا. وأنت تسمع إخواننا هؤلاء نحن الآن في عندنا قدوات صح؟ تمام مثلا الشيخ خضير الشيخ عبد المحسن عباد الشيخ هذا قدوات عندنا. طب يعني أنت الآن تريد تسير على مثل هؤلاء أو لا تقتدي بهم حتى في هذا المساء حتى في الجوال إيه صحيح؟ لكن ضعف النفس أحيانا ضعف كذا ضعف بعض المسائل. ففي أشياء يقول ابن عثيمين رحمه الله يقول تأثرنا بابن سعدي رحمه الله تأثر شديد يقول حتى أصبحت أضع الغترة كما أضع ابن سعدي. يقول خط محمد أي ابن عثيمين رحمه الله يقول خط محمد كان جميل أصبح خط مثل خط الشيخ يعني شوية يعني لأنهم رأوا قدوة هؤلاء. فالآن إخواننا عندنا قدوات مثل هؤلاء الأئمة الآن شوفوا يعني ما يشتغل بهذه المسائل ما يشتغل بالقيل بالقال مجالس هؤلاء يعني السمت العلم قد لا تجد بعد هذا يعني مثل هذه المجالس يعني مثلا مجلس الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله الآن
يعني قد لا تجد هذا المجلس بعد هذه الأيام، صحيح؟ اغتنم الفرصة، يعني تأخذ من سمت الرجل من اتباع السنة زهد مثلا هذه المساء. إن الطالب أخونا إذا ما طبقنا إحنا من نطبق؟ العوام. والعام الآن لو شارك مثلا في المسجد تخطط الجوال تشوف واتساب خلاص يقول والله فلان يطلع واتساب ما عشان اسمع، صح؟ الله المستعان. مفكر ترى والله تمام كذا. حين يطلعون في خطبة الجمعة شيخ ايش هو؟ الجوال في خطبة الجمعة خطبة اليوم. الله المستعان. طيب لو انقطع الجوال مشكلة، لو طفى مثلا شيخ ممكن نقطع عن الجوالات والله؟ ها؟ لازم؟ مو لا. أنا عنده خطبة جمعة بكرة. لا مو لازم. مو ضروري. لا مو لازم. والله أنا الموافقة جاتني بدون، أنا اختار الموضوع ما هو كاتب لي موضوع. لا يطلع. بس 20 دقيقة. أنت ضيف شيخ. الحمد لله. ما تخطب شيخ. في مسجد ما نسمع. جرب الجوال. ها؟ وداروا بالجوال حسن. والله في خطبة الجمعة ما يلعب في الجوال، الشيخ الحلابي عندنا وهو يخطب الجمعة وهو يصور فيه وينكر الشيخ يصور الإنكار. والله يصور الإنكار. اسمع أحيانا بعض المقاطع والله فيها استهزاء. حصل عندنا وموجود هذا لو تبحث عن التجربة، حصل أن الشيخ الحلابي يعني رفع صوته مو بالتكبير بالتسبيح، المصلين بعضهم ما ادري ركع وسجد، فمصورين هذه بالله لو كافر يطلع على هذا ايش يقول، نص المسجد النبوي راكع ونص ساجد مثلا، عيب والله عيب نحن ننشر هذا المقاطع، صحيح ام لا؟ موجوده مقاطع وعندنا من ينشر مقاطع اليوم الصلاه لو اختلفوا في القبله مثلا، صلاة الخوف، يعني مثل هذه المقاطع الآن ننشرها مشكل، وإحنا ننشرها. طب لو اطلع عليها مسلم لو اطلع عليها كافر إشكال، بعض المسلمين يطلع عليها ويضحك. طب لو ضحك هذا استهزاء أخوانا، صحيح والله استهزاء، لكن ما في من ينبه على مثل هذه المقاطع. إخواننا عندنا في هذه الأيام ترى بعض الإشكالات يعني ما حصلت في التاريخ، يعني التجرع على العلماء، تجرع على علماء السنة، كيف تتجرع على عالم علماء السنة؟ كيف تتجرع على شيخ الإسلام؟ أنا لا أقصد، ما أحد يقول إنه شيخ الإسلام معصوم، لكن أنا ما تجرع عليه. لماذا؟ لأن التجرع عليه تجرع السنة. يقول اللي يطعن في أحمد زنديق لأنه أحمد، لا، لأنه إمام أمة أهل السنة، طعن فيه طعن في السنة. الآن الشيخ بن عثيمين رحمه الله مثلا، والله هذا مسألة أخواننا مهمة جدا لنا هذه الأيام، يعني طالب علم الشيخ الألباني رحمه الله يقول مسكين هذا الألباني، كل إنسان يريد أن يعرف إيش يصنع يرد على الشيخ ناصر رحمه الله، صحيح؟ المهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله الآن أراد يشرح إيش كتاب التوحيد قول مفيد، صح؟ ما كتب كتب القول المفيد شرح كتاب التوحيد، صح؟ تمام؟ هل كتب مخالفات؟ انتقادات؟ ها؟ علل؟ لا، ايش كتب؟ قول المفيد شرح كتاب التوحيد، يعني رفع الكتاب. طبعا مثلا بعض العلماء يقول في هذا الايام يقول سبحان الله بعد ان شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الزاد عرفنا الزاد، قبل ما كنا نعرف الزاد. يستطيع بن عثيمين رحمه الله أن يضع أحسن من كتاب التوحيد وأحسن من الشرح الممتد من الزاد وأحسن مثلا من أصول الفقه، صح؟ لماذا ما صنع هذا؟ لأنه يعرف أن هذا الطريق خطأ، لازم يمشي على هذا الطريق، هذا تقدم إذا له حق ولا بد أسير على هذا الطريق. هنا البركة، شرح هذه الكتب وضع الله سبحانه وتعالى في علم إيش؟ عندما نشرح كتب السلف يضع الله سبحانه وتعالى في علمنا البركة. أما أجي أتعدى عليهم ما يمكن،
يقال والله أعلم هذا الشناقض عندنا يعني لهم بعض الأمور. يقول ابن مالك صاحب الألفية كتب فائقة الألفية ابن معتم. ابن معتم الزواوي ألف ألفية قبل ابن مالك ومات، وجاء ابن مالك ألف ألفية فكتب في المقدمة فائقة الألفية ابن معتم ونام. عندما نام جاء في المنام من؟ ابن معتم، وقال له يا ابن مالك فائقة الألفية ابن معطي والحي خير من ألف ميت. قال أنا ميت ما أستطيع نافسك الآن، أنا لو حي نافسك لكن أنا ميت، لماذا تقول فائقة الألفية ابن معطي؟ فقام من النوم كتب فائقة الألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة سبقني له الحق في السبق صح. فالشيخ بن عثيمين رحمه الله خالف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع في بعض المسائل بكتاب التوحيد صح، قال هذه مخالفة هذا القول باطل من دون تشعر ايش صنع؟ رد من دون تشعر، قال هذه المسألة ليست مسلمة للمصنف رحمه الله. شوف الكلام حتى تعرف طريقة السلام. العقيدة الطحاوية، عقيدة الطحاوية فيها إشكالات. جاء الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ابن مانع رحمه الله الجميع ويبغى إيش؟ ما كتب الانتقادات أو المواضع التي انتقدت على الطحاوي، قالوا هذا الكلام ليس الطحاوي، كلام الطحاوي في الطحاوية مخطوطات. يقول ابن باز رحمه الله هذا الكلام لو قيل أنه ليس من كلام الطحاوي لكان له وجه، ولا بد يحمل أحسن محمل، هذا الكلام لا يقبل. ولكن نحن نقول الطحاوي ما قال هذا، ولو قال أنه هذا مدسوس لكان له وجه. لماذا تصنع هذه الأمور؟ قال لأن هذا رجل معروف. نرد بماذا؟ حكمة. قلنا هذه الدعوة حكمة الدعوة. أخواننا كتب السلف هذه والله أخواننا نحن ما في الغالب إلا من رحم الله ما عرفنا قيمة كتب السلف. ابن القيم رحمه الله تعالى كتب الزاد، أراد في الزاد أن أتكلم عن قضية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في الحديبية بالحلق والنحر، ما تحرك أحد صح؟ ابن القيم الآن إمام صحابة كيف يتكلم؟ مشكلة صح؟ أي كلمة تحسب على ابن القيم حتى وكان ابن القيم الصحابة أفضل من ابن القيم وأفضل من كل الأمة. نعم. فجاء يريد ينقل المسألة، كيف ينقل؟ كيف يتكلم؟ قال هذا الفعل منهم، هذا الفعل ما يعني هذا الفعل منهم رضي الله عنهم. إلى الآن ما تكلم. من المغفور أيضا ما تكلم. لا المشكوك، والله لو تتعب ممكن حياته ما تجد مثل هذا الكلام. وتجد بعض المتأخرين اليوم يكتب في بعض القضايا عن الصحابة يا عجيب، يعني ممكن يكتب نفاق أعوذ، بل هذا الكاتب بهذا الكتابة هذا هو النفاق والله ما شك لا شك في هذا صح صحيح. لكن لماذا؟ لأنه ما قرأ كتب السلف، ما عرف كيف يتكلم في مثل هذه المسائل. هذا هو الإشكال أخواننا عندنا، عندنا اليوم يعني من يريد الظهور على ماذا؟ على كتب السلف، يريد يهدم كتب السلف. والله ما أرادوا أن يكون عندنا لا شيخ الإسلام ولا غيره ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ولهذا يعني يأتيك الكلام الآن إيش نبغى بالتوحيد؟ محمد بن عبد الوهاب كذا وفلان كذا وفلان كذا. وبعض الناس يرى معك مثلا كتاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول ما شاء الله بن عثيمين ما شاء الله تبارك، لكن بن عثيمين عنده كذا، بن عثيمين رحمه الله عنده كذا، هذه تهدم عليه كل شيء صح؟ صحيح. قول أحد الدكاترة عشاء ولا عشاء؟ طيب أنا أختم بهذه القصة بس. قول أحد الدكاترة عندنا يقول كنت جالس في مجلس
يقول يعني مثل هذا المجلس مثلا يقول يعني فيه من هو أفضل مني، يقول في واحد يتكلم في الشيخ بن باز رحمه الله، يقول أنا التفت يمين التفت يسار أحد يرد عليه ما أحد يرد، يقول ويتكلم هذا يتجرأ إذا تكلم، يقول أنا رأيت أمام هذا ماء وتظاهرت أنه أريد كاسة الماء، فجئت قل كأني أخذ الماء أعطي الكفة الأول، يقول أمسكوني قلت يا أخوان أريد أعطيه الثاني حتى ينسى الأول. والله صدق والله بعض الناس يا أخواننا يعني ما يصلح معهم للضرب، كيف تتجرع على علماء السلف، كيف تتجرع عليهم، كيف والله عجيب تتجرع عليهم، والله ما يتجرع هو أنا أعرف هذا وما يتجرع على الحاكم، وهؤلاء يعني أعلى من الحكام، والله أعلم عندنا والله أعلم من الحكام صح ولا لا، مو معنى هذا نخرج على الحكام لا، لكن عندنا هؤلاء أعلم من الحكام، لأن هؤلاء يعني يحكموا على الحكام ويحكموا علينا ويعلمون السنة أخواننا، فكيف أن نتعدى على الأئمة؟ أنا لا أتكلم يعني مثلا أنا أتكلم لأنه وصلنا في هذه الأيام إلى من يتكلم على عندنا على أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يا أخي غير معصوم، نعم ما غير معصوم، هذه عندما أقول لك بعض الناس يعني سب الإمام أحمد فالله، وهم متفقين اللي يقول أنه معصوم كفر أكبر أصلا متفقين على هذا المسألة، يقول غير معصوم سيما المعصوم، قال هم رجال ونحن رجال، أعوذ بالله، أسأل الله سبحانه وتعالى هداية الجميع، جزاكم الله خير.